الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بادئا ذي بدء أعتذر إليكم في عدم بث خطبة الجمعة لهذا اليوم، وذلك خارج عن إرادتي، إذ أنه وقع عطل في آلة التسجيل فلم تسجل خطبة اليوم، ولكن تحت طلب الإخوة وإلحاحهم سأذكر ملخص خطبة الجمعة. اليوم تناولت في خطبة الجمعة موضوع ليلة النصف من شعبان، وذكرت بأن هذه الليلة كثر فيها الحديث واللجاج، ونسجت في ذلك أحاديث عدة، هي أحاديث موضوعة غير صحيحة لا تصح، كما ذكر ذلك ابن وضاح في كتابه البدع، والقاضي بن العربي المالكي في كتابه الأحكام. حديث مثلا إذا كان ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها، هذا قال الإمام أحمد رحمه الله فيه ابن أبي بصرى ووضاع يضع الحديث، لكن هناك أحاديث يمكن تقويتها بمجموع طرقها بشواهدها بجهد يمكن أن نحسنها. منهم حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل إلى جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الحديث ذكره ابن أبي عاصم في السنة، والطبراني وغيرهم، ابن حبان في الصحيح، والمنذري في الترغيب والترهيب، وكما قلت حسن هذا الحديث بمجموع طرقه أهل العلم. ووقفت عند الشرك والشحناء، فالشرك عديد من الناس يخال نفسه في منأى عنه وفي بعد عن مرماه، والأمر ليس كذلك. فالإنسان يحقق التوحيد في نفسه ويتهم نفسه ويجدد إيمانه. الله عز وجل في كتابه يقول على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا دليل على أن إبراهيم عليه السلام المعصوم الخليل يسأل الله عز وجل أن لا يقع في الشرك، ويقول الله عز وجل محذرا نبيه صلى الله عليه وسلم محمد أفضل الخلق بأن لا يقع في الشرك: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا دل على أن الشرك لسنا في من أعلى، وأن نجدد التوحيد وأن نصحح العقيدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، هو خير الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ويوجه الخطاب كذلك لأمته عليه الصلاة والسلام: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. تقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فالنملة إذا مرت بجانبك لا تثير شوشرة ولا ضجيجا ولا صوتا، وقد لا تهتم بها ولا تلقيها بالا ولا تسمعها ولا تراها، فالشرك أخفى من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يرفع عنكم الشرك ويذهب عنكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. دعاء تحفظونه تكررونه، أن تتعوذوا بالله عز وجل من أن نقع في الشرك ونحن نعلم، ونستعيذ به نلجأ إليه ونستغفره سبحانه فيما لا نعلم. فهذا دعاء يكثر منه المرء أن يقع في الشرك. الشرك بكل ألوانه بكل أشكاله: شرك الذبح، النذر، الطواف بالقبور، الخوف، الرجاء، المحبة لغير الله عز وجل فيما لا يحب فيه إلا الله سبحانه. لا نتحدث هنا عن المحبة الجبلية، المحبة الفطرية أو الخوف الفطري. الإنسان يخاف من الثعبان، يخاف من الأسد، لكن الله عز وجل خوفه خوف عبادة، خوفه محبته محبة عبادة. إذا نفرق بين هذه الأشياء. ثم كذلك الاتباع، شرك الاتباع وشرك الطاعة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لما سمع عدي بن حاتم وكان نصرانيا قبل أن يسلم. إذا الأحبار والرهبان أحلوا لبني إسرائيل الحرام فتبعوهم في ذلك، وحرموا عليهم الحلال فتبعوهم في ذلك. فقال عدي: بلى يا رسول الله، نعم كان ذلك. قال: فتلك عبادتهم،
ليس العبادة هي الركوع أو السجود، لا لا، فإذا اتبعته في الضلالة فذلك نوع من أنواع العبادة. ثم ذكرت الشحناء وبينت على أن الشحناء كانت سببا في رفع ليلة القدر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بليلة القدر وجاء إلى الصحابة ليخبرهم عنها تلاحى رجلان، اختصم رجلان، شحناء تشاحن رجلان، فلما تشاحنا نسي النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر ورفعت منه صلى الله عليه وسلم، فلم يخبر بها ولا نعلمها، إذن رفعت إلى يوم القيام بسبب الشحناء. ونحن نرى ألوان الشحناء والخلافات في مجتمعنا في محاكمنا، لا أقول بين الشركاء ولا أقول كذلك بين الجيران، بل وجدنا الخلافات بين الأخ وأخيه والأبي وابنه والبنت وأمها، خلافات حقيقة. وذكرت أمثلة لشاب جاء عندي في المسجد وقال لي أنا أقاطع أبي لأنه لا أحبه وأقاطعه، وامرأة قاطعت ابنتها لأكثر من 14 سنة لا لشيء إلا لأنها لما توفي والدها تزوجت، بعد مضي عدتها تزوجت، قالت لا لا تتزوجي بعد أبي، وقاطعتها ل14 سنة. حقيقة أمور من الشحناء، هؤلاء لا أظنهم أنهم لم يقرأوا أو أنهم قرأوا ولم يريدوا أن يتبعوا وأن يمتثلوا، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تفتح أبواب الجنة كل خميس وكل اثنين، فيغفر الله عز وجل لعباده إلا لمشرك، لجميع عباده الذين لا يشركون بالله عز وجل، وبين المتخاصمين بين رجلين بينهما شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، من كان بينهما شحناء ينتظران يبقيان حتى يصطلحا فيما بينهما، أي لا يغفر لهم، وإن كان من أهل الجنة لا يدخلان إليها ولا يقرعان بابها لأن بينهما شحناء، فانظروا إلى خطورة الشحناء. هذا كان في الشق الأول من خطبة الجمعة. الشق الثاني خصصته لبيان مسائل فقهية عميقة حقيقة تقع، ذلك أنه أتاني رجل وذكر لي بأن زوجته لأكثر من 5 سنوات أو 6 سنوات لم تعيد رمضان، ما عليها من رمضان لما كانت معذورة العذر الشرعي لحيض. قلت لماذا؟ قال لأنها تكاسلت حتى مرت السنوات وقالوا لها، وأنا وقفت عند قالوا لها، لماذا تسألوا غير أهل العلم؟ لماذا تسألوا غير المختصين؟ لماذا تسألوا من تعرفه، جارك قريبك؟ تسأل أناس لا يعرفون شيئا عن الدين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالسؤال يكون لأهل التخصص. قالوا كما زعم بأنها لا تعيدها إذا مر عليها الحول، وهذا أمر يجب أن ننتبه إليه النساء خاصة ونحن على مشارف رمضان إن شاء الله تعالى، اللهم بلغنا رمضان. فمن عليها دين سواء كانت رجل أو امرأة عليه دين من رمضان فليؤدي إذا استطاع، إذا كان مرضا يرجى برؤه، يمكن أن يبرأ إن شاء الله تعالى، هذا يستشير فيه الطبيب المختص، فإذا قال له يمكنك إن شاء الله تعالى أن لا تصوم ولكن بعده استشرني، فإذا قلت لك صم فصم، إذن هذا لا يؤدي شيء وليس عليه شيء، ينتظر فإذا شوفي قضى ما عليه من رمضان. إذن هذا المطلوب الأول. المسألة الثانية، إذا كان مرضه لا يرجى برؤه، إذن هذا لا يصوم ويتصدق عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، كم؟ 750، يطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونص إذا أراد أن يوفي، وذكروا 750 غرام إن شاء الله تعالى. لكن بقي النساء والرجال الذين تكاسلوا وتقاعسوا، مثل هذه المرأة داز عليها السنة مرت ثم مر الحول الآخر ولم تصم عليها من رمضان الأول، فهذه إذا مر رمضان تعيد الأيام، وإن كانت 5 سنوات وإن كانت 4 سنوات لم تقضي ما عليها من رمضان تعيدها تصومها إذا كانت تستطيع، ليست مريضة مرضا لا يرجى شفاؤه لا يرجى برؤه، إذا تصوم تلك الأيام وتطعم عن كل يوم مسكينا كفارة التأخير، وكما قلنا أقلها 750 غرام عن كل مسكين، ومن أراد أن يوفي فالأولى والأحوط أن يكون كيلو ونص عن كل مسكين. إذن هذا الأمر بخصوص ما ذكرناه من قضاء ما على الرجال والنساء من رمضان قبل أن يصل رمضان، بقيت أيام إن شاء الله تعالى معدودات
لرمضان 18 يوم أو 17 يوم نقضي ما علينا من رمضان ولا نتكاسل بعد ذلك. فالمرأة تعجل تبادر، الرجل كذلك يبادر إن لم يكن له عذر في تأخيره، فليبادر بقضاء رمضان مجرد شوال يبدأ في قضاء رمضان. مسألة الثانية هي بخصوص الصيام النصفي من شعبان. فهناك من يقول إذا انتصف شعبان فلا نصوم الأيام الأخيرة من شعبان، نصف الثاني من شعبان. هناك من يقول لا نصوم. إذا حتى نجمع بين ذلك عندنا حديثان. الحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا بين صيام رمضان أو صيام رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وعند الحديث الآخر عند أهل السنن بسند صحيح كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. جمع ابن حجر بين الحديثين وقال بأن من كان من سنته ومن ديدنه أن يصوم الاثنين والخميس، يصوم الأيام البيض، يصوم من كل شهر واعتاد الصيام، فهذا ينطبق عليه ما ذكرناه، لا تقدموا بين يدي رمضان أي بين صيام رمضان بيوم أو يومين إلا رجل اعتاد أن يصوم صوما فليصوم. إذن هذا اعتاد الصيام، إذن هذا يمكنه أن يستمر في الصيام بعد النصف من شعبان. والذي لم يعتد وليس له دربة وليس له شيء من الصيام في السنة فهذا يتوقف في النصف الأول من شعبان لقول عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أي من لم يعتد عن الصيام فليتوقف عن الصيام، ومن اعتاد الصيام فليستمر في الصيام ولو في النصف الثاني من شعبان. وهذا جمعا بين الأدلة. بذلك أكون قد ذكرت لكم مجمل ما كان في خطبة الجمعة، ثم دعونا الله عز وجل أن يتقبل منا كدعائنا ليوم الجمعة، فنسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء، وأن يبلغنا رمضان ويسلمنا إلى رمضان ويتسلم منا متقبلا يا رحيم يا رحمن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر إليكم مرة أخرى لسبب العطل الذي حصل، فتعذر علينا نقل خطبة الجمعة لهذا اليوم، لكن لعله في هذا الملخص غني إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.